بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، عود الطيب المبارك لآيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد طلعت القارئ ومقيم بقها بمحافظة الأليوبية. نسأل الله عز وجل له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. لا تأكل ما أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، السماوات
الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
والله يحب المحسنين. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم اشتركوا
وجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين وليعلم الله الذين آمنوا وتلك وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد طلعت القارئ بمريض مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بكها بمحافظة الألوبية. أخذ الفراشة الكبرى التابعة لكبرى النار الكهربائية أولاد هاشم المقيمين بالسلمانية. السادة والأخوة المعزين جميعا، شكر الله سعيكم.